كثير من الأشخاص بيعانوا من الإمساك بالأيام العادية بسبب غذائهم الفقير بالألياف والفقير بالسوائل والمغذيات. بيجي شهر الصوم بيصيروا هدول الأشخاص يعانوا أكثر لأنه فترة الصوم بتكون أطول، استهلاكهم للمواد الغذائية بيصير أقل لأنه فترة الصوم ما بيقدروا يشربوا سوائل، ما بيقدروا يأكلوا ألياف، وبيصير عندهم فترة اللي بيأكلوا فيها فترة كثير قصيرة اللي هي بين الإفطار والسحور. هدول الأشخاص لحتى ما يعانوا بالشكل اللي بيعانوا منه ننصحهم أول شيء باتباع هذا النظام لحتى ما يصير عندهم إمساك وما يصير كمان عندهم مشاكل ما يقدروا يصوموا. أولاً ببلشوا الإفطار بكباية مي فاترة فيها ملعقة من الزيت، أو بيشربوا الزيت زيت الزيتون وبيشربوا وراء كباية المي الفاترة، ويفضل أنهم ينطروا شوي ويشربوا كباية تانية قبل الإفطار وبيرجعوا بيفطروا. يفضل كمان أنه يأكلوا الأفوكا قبل الأكل لأنه الأفوكا ملين للمعدة. كمان بنساعدهم بفكرة تانية اللي هي بيشربوا السوس بيساعد كمان على تجنب الإمساك، وبيشربوا كمان شراب الدبس. شو بنعمل؟ نحن عنا هون دبس، نحن عنا هون رغوة الدبس. بنحط الدبس بالكباية وبنزيد عليها المي الساخن، أو بنحط الدبس مع حبة من الخوخ المجفف أو حبتين وبننقعهم بالمي الساخن قبل الإفطار طبعاً بشي ساعة ساعتين قد ما بدنا، بننقعهم من الصبح لعشية. هذا شراب كتير مفيد، كمان بيعالج فقر الدم، غني بالألياف وبيسهل المعدة، ما بيعودوا هدول الأشخاص يعانوا من المشاكل الصحية. طبعاً نحن لأنه عنا هون الرغوة تاعت الدبس مش حيبين اللون غامق، ولكن هو الدبس لما بيكون بهذا الشكل ببين اللون غامق، بيصير لونه كأنه لون شوكولا. الخوخ المجفف بيساعد على الحماية والوقاية من الإمساك وبرمم جدار المعدة والقولون. بليز اتبعوا هذه المعلومات لحتى تكونوا بصحة جيدة خلال الصوم.